في الفقرة دي مش مطلوب منك غير انك تطلع الكارت الاحمر. بعد تألقك في منتخب الشباب في المونديال 97 جالك عرض من فالنسيا، ليه الصفقة ما كملتش وقتها؟ الصفقة ما كملتش لان انا ما كانش عندي حد يجري ورايا. يعني ما كانش عندك ايه؟ حد يعني يجري معايا. يعني لما جم للنادي الاهلي الله يرحمه كابتن صلاح البطل قال لهم لا ده احنا ده مستقبل النادي. فانا فرحت مستقبل النادي. الكلمة فلو ادي كارت احمر دي ليا انا مش حد تاني. تمام. وانت بتلعب كان في نجوم يعني في نفس مركزك، انت ومتعب وفلافيو واسامه مع حسني. جوزيه كان بيتعامل معاكم ازاي وقتها؟ بص جوزيه كان بيتعامل معانا كلنا يعني تقريبا شبه ايكوال يعني بالتساوي. بالظبط. ممكن يكون بيزود فلافيو سنه صغيره كده، تمام، بحكم بقى انهم الاثنين بيتكلموا برتغالي مع بعض وبتاع، فيعني ابن بلدي برضه. طبعا هم كانوا بيرتموا كتير بس احنا مش فاهمين حاجه، تمام. فطبيعي يعني طبيعي عشان هم بينهم لغه يعني يتكلموا مع بعض كتير، لكن هو الحقيقه في الملعب هو كان يعني اقرب للانصاف يعني شبه منصف يعني. طيب انت عمره حسيت ان هو ظلمك او جه عليك؟ جوزيه؟ يعني لا مش اوقات كتير بصراحه. يعني في اوقات كنت بقى استحق ان انا اخد اكتر، وكان ممكن يبقى في سنه زي اي مدير فني يعني لا انا محتاج العب بدا النهارده. في وقت انت كنت حاسس فيه ان انت في قمه تألقك وهو قال لك اقعد؟ في وقت حصل. يعني كان في فتره ما قبل كاس افريقيا 2008، وكنت انا الفتره دي كنت ماشي كويس جدا 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 جدا. يعني كنا كسبانين ام بي وانا مسجل البلديه وانا مسجل، وقبليها المقاولين العرب كنت مسجل اهداف، وبعدين جه ماتش الاهلي والزمالك ما لعبتش. تمام. فحسيت إن انا يعني كان في شويه. طب يا ترى ليه؟ ما اعرفش، ما سالتوش. ما حاولت كنت لسه هقول لك ما سالتوش. ما سالتوش يعني يعني قررت ان انا ما اسالش يعني، تمام. بس انا غلطان. طب ما كان لازم اسال يعني كان لازم اسال ساعتها يعني. يعني اللعيب احيانا ممكن ياخد حقه على فكره. يعني مش ياخد حقه بالبلطجه يعني، بس ياخد حقه ان هو يسال ويتخانق وانا ما بلعبش ليه وعايز العبه. يعني اللعيب لازم يعمل كده على فكره. يعني الناس اللي بتقول لك اللعيب بيسمع كلام بس ده كلام مش احسن حاجه في الدنيا. يعني انت حاسس ان انت كنت مقصر في حق نفسك؟ طبعا لازم اروح انا ليه ما بلعبش. انت على الاقل بتحط عرفني السبب. على الاقل بتحط ضغط على المدير الفني يعني. يعني ودي النصيحه انا بديها، بس انا لما ابقى مدرب مش هسمح بالكلام ده. بس ان شاء الله ما شاء الله يعني. دي نصيحه اديها للعيب، لازم تضغط، لازم تحط ضغط على المدير الفني مش تلعب طالما انت ماشي كويس. انا ملاحظه حاجه، يعني انا حاسه ان انت مثلا بتقولي دلوقتي انا مش هيحصل معايا كده، فانت ايه بقى ديكتاتوري ومشاغب وبنسال يعني، حاسه الموضوع كده موضوع حاجه تانية خالص. طيب في مدرستين دلوقتي بيقول لك ان اللعيب اللي مش موافق يكمل في الملعب ونديله فرصه لغايه ما اداؤه يتغير ويمشي معاه، ومدرسه تانية بتقول لك لا نقعده على الدكه لغايه ما ياخد او يرجع للفورمه بتاعته تاني وبعد كده ننزله. انت مع انهي مدرسه؟ انا بص انا هقول لك على حاجه، بس اصل مش موافق دي ما بتجيبش جوان. لكنه ممكن يصنع ويتالق بس ما يسجلش، تمام، ده ممكن يكمل لحد ما يسجل. انما لعيب مش موافق ما بيعملش حاجه، طب واللي قاعد بره ده ذنبه ايه؟ مش هياخد فرصه امتى؟ يعني انت ما بتقعدش على الدكه غير لما يكون مفيش منه رجا خالص. مفيش منك رجا، بالسلام، هات واحد غيره، تمام، واحد تاني يلعب. انما النهارده ممكن انا بادي كويس قوي وبعمل مجهود جامد جدا وبعمل وبصنع اهداف، بس انا مش يعني الكوره مش ماشيه. وطبيعي وبيحصل كده كتير. لا خليك في الملعب لحد ما تيجي. انما باشا ما بعملش حاجه ومش موافق، تمام، والدنيا ملخبطه، لا انت كده تظلم الفريق بتاعك. يبقى انا لا وبظلم اللعيب التاني اللي قاعد بره على الدكه ده، وبظلم فرقتي كمان. وخد بالك الفرق الوقت الحالي ما يستحملش حد مش موافق خالص. ما يستحملش. يعني زمان مثلا لما كان جوزيه بيلعب في لافيو كانت الفرقه بتكسب والدنيا ماشيه ده زي الفل. وقعد سنه. لا الجمهور دلوقتي ما فيش صبر، ما بيصبرش على لان خلاص ما على الاداء اللي ما يكون قليل. الفروقات الكبيره مش موجوده. زمان كان في الاهلي فرق كبير جدا، فاي حد يلعب هيجيب جوان واي حد يلعب هيكسب. انما النهارده الفروقات قليله لان الكواليتي نفسها اختلفت شويه، بقت قريبه من بعضها. فالنهارده اللي مش موافق لا لازم يقعد. هديك فرصه الثانيه الثالثه لا تقعد، تجيب واحد غيره يلعب مكانك.
فهتقول لي ايه؟ طب ما هو التاني ده برضه هينزل، هيبقى ممكن ما يبقاش موفق، يبقى نمشيهم الاثنين. طب انت كنت مكسر الدنيا في منتخب الشباب، ليه ما قعدتش شويه يمكن يعني تاخد فرصتك مع المنتخب الاول؟ ليه ما عملتش كده؟ ليه ما اخدتش فرصتك مع المنتخب الاول؟ انا لعبت في المنتخب الاول مع كابتن محسن صالح، ولعبت بطوله افريقيا وسجلت فيها تمام، وبس ما لعبتش مع كابتن حسن شحاته، بس لعبت مع كابتن حسن شحاته 2010 تمام، كانت في بطوله هنا ورحت معاه جنوب افريقيا وسجلت برضو 5 اهداف مع كابتن. تقريبا يعني انت تقريبا في 2008 كنت يعني زي ما بيقولوها كده كنت في عزك، ليه ما رحتش المنتخب؟ ما كنت انا متخانق مع كابتن حسن شحاته. خناقه برضه. والله العظيم مشاكل كتير. انا في الانترو كنت قايله يعني في مشاكل، كنت المفروض اقول مشاكل كتير قوي قوي. انا ملاحظه ان المشاكل كتير جدا. ما انا قلت لك، بس انا مشكلتي، انا مشكلتي اللي ودتني في داهيه، ودي ده في الكوره يعني في حاجه ثانيه، ان انا كنت عصبي مثلا، شايف نفسي لعيب كويس، شايف نفسي لعيب جامد تمام، فازاي ما العبش؟ زي ما حاسس ان دي حاجه مش حلوه دلوقتي. يعني انت شايف دلوقتي تقول لاي لعيب لو شفت نفسك كويس بالشكل ده، ده حاجه غلط بعد تجربتك؟ هي حاجه صح كلاعب كثقه، لكن حاجه غلط لان انت ساعات المدير الفني في التعامل ساعات المدير الفني يعني يقول لك لا انت هتقرفني، لا مش هلعبك، مش هاخدك، مش هحطك، مش هديك تمام. ساعات مدير فني يبقى كده، ما يقدرش ما يقول لك لا انا ما حدش يبقى نجم عليا، محدش يشوف نفسه في اللعب، حتى لو كنت بتلعب كويس وبتأدي كويس يقول لك لا انا الشخصيه دي ما تركبش معايا.